السلام عليكم يا فندم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك انا بس سؤالي من شقين، الشق الاول ان انا مخلف واد وبنت. ها، انا عندي 66 سنه، ما شاء الله. فعندي البنت بره بين انا وامها، هي متجوزه في الجيزه وانا متجوز وانا قاعد في شبرا خيمه، فقايمه بواجبنا وما بتستحملش علينا تمام. اي حاجه. وعندي ابني غير بر بينا، ويعني ولا بيسألش فينا رغم انه واعد معانا، ما بيسألش فينا ولا بيسألش فيه ولا امه، وعاق بينا عايش معاكم في نفس المكان؟ في نفس الشقه يا فندم. والله طيب عنده كام سنه؟ عنده يعني داخل على 40 سنه، ومتجوز 39 سنه. ومتجوز؟ لا، اتجوز مرتين يا فندم وطلق ومعاه ولا. كويس، يبقى هو اتجوز مرتين وعنده ولد اه. طيب وبعدين؟ طب حضرتك انا عايز احرمه من اي حاجه تخصني واكتبها واديها لابنه، هل ما فيش يجوز؟ كده، ما فيش في الشرع الشريف كده، لكن ايوه في يا فندم. الشرع الشريف ان انا اتصرف في مالي كيفما اشاء، لكن هذه اه النية حرام، ما تعملش كده. لكن انت عايز تكافئ بنتك، في فرق ان انت عايز تكافئ بنتك وان انت نيتك ان انت تضرر ولد من اولادك. كافئ بنتك زي ما انت عايز، عايز تكافئ بنتك اللي هي بره بيك كافئها. بس انا عايز انصحك النصيحة، اتفضل. انت جربت ان انت تشوف ان ابنك محتاج دعم نفسي ولا لا؟ والله يا فندم هو ما بيكلمناش خالص، واحد يعني بحاول اقعد انت معاه. جربت؟ خليه يسمعني، خليني يسمعني، يعني ابن حضرتك ابن الحاج سعيد اسمعني. انت لو كنت محتاج دعم نفسي ومحتاج تروح لطبيب نفسي، روح يا ابني، روح، لان مش هينفع ان انت تعيش حياتك كلها ضمن اضطرابات نفسية وتأذي وتتأذي. طب ليه؟ طب ما تروح تعمل كده، لان في الاخر خالص انت عندك باب من ابواب الجنة، ابوك وامك، وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. فانت اتقي الله وشوف ابوك وامك، عشان دول ابواب الجنة اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلهم عندك، فلذلك اتقي الله سبحانه وتعالى. فانا نصحتي حاج سعيد، لا بلاش النية اللي مش جائزة شرعا دي، وعايز تكافئ بنتك كافئها زي ما انت عايز. اه عايز تكافئها، اه ده اسمه التصرف في حال الحياة. انت حر، انت كامل الاهلية ومالك اموالك ملكا تاما، فلك ان انت تتصرف كيفما شئت، لكن ما تنويش النية الخبيثة ديت اللي هي نية ان انت تأذي ابنك. نصيحتي ليكم بقى زي ما قلت لك، اعرض على ابنك ان هو يروح يتعالج، وانا اظن ان دوت هيكون ليه اثر بالغ واثر جيد ان شاء الله. حضرتك الشيخ الثاني من السؤال، انا يعني من جهته انا عايز اوصي اخويا اللي اصغر مني بان لو جرى له حاجه او مت ما يمشيش في جنازتي ولا ملوش دعوه بيا خالص، اللي هو يعني مين؟ ما ابنك يمشيش يعني؟ جنازتي ولا يحضرليش اي حاجه. هل ابنك؟ يجوز؟ ايوه يا فندم. لا ما تعملش كده، ما تعملش كده، ان شاء الله ربنا يصلح حاله وهيبقى زي الفل. بس اعمل بس اللي انا قلته لك يا استاذ سعيد، ما توصيش ان حد ما يمشيش في جنازتك. احنا عايزين الناس تمشي، كل الناس تمشي في جنازتنا، فما بالنا اولادنا؟ ده احنا عايزين ابنك يمشي في جنازتك، ده حضره النبي يقول لك ولد صالح يدعو له، فجايز ربنا سبحانه وتعالى يصلح الحال. انت حضرتك مش عارف ايه اللي ربنا سبحانه وتعالى مخبيه، فانت حاول بس ان انت تدعي له ان ربنا يهديه، بدل ما كل هذا الضيق يكون في قلبك. انا نصحته ان هو يدخل على الله سبحانه وتعالى ويدخل ابواب الجنه من بابك انت ووالدته. وانا بنصحك كمان ان انت كمان تدعي له، لان انت لازم تكون في قلبك مليء بالشفقه عليه مهما كان حصل. انا قلت له ان مهما حصل منكم لازم يبركم، بس انت كمان ادعي له، ادعي له ربنا سبحانه وتعالى يصلح حاله، وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكتب له الصلاح، ويكون ان شاء الله باب من ابواب الفرح والسعاده يدخله على حضرتك في الدنيا قبل الاخره ان شاء الله. فعشان كده بقول لك لا، ما توصيش اخوك بده، وهذه الوصيه وصيه كئيبه مكروهه مذمومه مرفوضه من الشرع الشريف.